وهنا كي كنخرجها من الفران طنوش الشاب اللور كي كيشهي كي كنخرجها من الفران كنرشها بهاد السيرة. اي والله الا كيشهيو. وهذه وصفة جديدة انا درتي فيها اللوز العشاق الكوك راه تيجي زوين بالكوك، واللي ما بغاش الكوك يدير غير اللوز بوحدو. السلام عليكم، اليوم ان شاء الله غادي نسجل معكم واحد السلسلة ديال الحلويات ديال العيد. دابا الفطورات صلاة على النبي، دوزنا الفطورات الله يجعل البركة، دابا ندوزو للحلويات. غادي نبداو بواحد البيتي فور اللي هو قديم اللي هو تراديسيونيل ديال البوش. نعم ديما الشاف كيجبد لينا من القاع الخافية. ايوا خصنا نديرو داكشي القديم، راه والله الا داكشي القديم راه ما كاينش ما احسن منه. راه هذيك هي لاباز، لاباز ديال كلشي. غير انا هذاك هو مصوب غير باللوز، درنا عليه واحد اللمسة خاصة اللي هي باش يبقى شوية رخيص ما يجيش غالي بزاف. هنايا درت 170 غرام ديال اللوز و 70 غرام ديال الكوك. انا درت الكوك اختار الكوك يكون مزيان يكون فيه لذام. وعندي هنايا واحد شوية ديال لي كورس دورونج واحد 20 غرام باش كيجي نرطب. وعندنا واحد غادي ندير واحد المعلقه كبيره من المربى ديال اي مربى كونفيتور. وعندنا هنايا السكر كلاصي 240 غرام، لانه هنا عندنا الكوك مع اللوز العبار ديالهم خصو يكون متعادل مع السكر، قد العبار ديالهم بجوج قد السكر. يعني عندنا حنا في المجموع ديال اللوز والكوك 240 وهي 240 غرام السكر. هذه هي القاعده، هذه هي القاعده. عندنا البلون دوف اللي غادي يعجن لنا داك الشيء، حيت يعني سا ديبون على اللوز واش فازق ولا ناشف. حتى الكوك راه كاين اللي كيشرب، الكوك اللي تيشرب يعني بياض البيض اللي يكفي. فوالا دابا غادي نكومونسيو نعجنوا الخليط ديالنا. غنديروا اللوز ديالنا، نحطو عليه الكوك. واش غندير كلشي المكونات؟ كلشي المكونات وعلي السكر كلاصي، نزيدو عليهم هاد الكورس دورونج. هادو راه مزيانين تيعطي واحد المذاق والتعليكة. والتعليكة وغادي نديرو كيما قلنا واحد معلقة عامرة ديال المربى، أي مربى كانت. كونفيتور هذا أنت درتي ديال المشمش؟ هذا ديال المشمش. فوالا اللي يكون مطحون ما يكونش اللي فيه. يكون ماشي مشكل حيت هو كلشي كيطحن. صافي. الماء ديال البيض ما غادي نزيدو حتى تخلط ليا العجين. حتى يطحن. غادي يبدا يطحن كنبدا نكب البلون دوف باش ما يخرجش ليا فيه الزيت. ها هو طحن بهذاك العبار اللي عطيتكم، دخلوا ليه جوج ديال البلون دوف ديال جوج بيضات. انا درت لا كونتيتي شويه زايده، درت تقريبا الدوبل ديال داكشي اللي درت معكم حيت بغيت نخرج فيه لي صوص بزاف. وغادي كومونسيو ندريسيو. خصو يطحن مزيان، خصو يطحن مزيان. وي نحاول نزيدو وري لهم القوام ديال العجين كيفاش داير. القوام ديال العجين اللي يقدر يخرج ليا في البوش انتوما، ما تكونش جاري وما يكونش قاصح ثاني، وما يكونش قاصح باش ما يبغيش يخرج لنا في البوش. انت بغيتي تخرج فيه اشكال مختلفه؟ انا بغيت نخرج فيه اشكال مختلفه تماما، وباش تعلمهم لي الدريساج ديال دوك الاشكال. وكل واحد يدير الشكل اللي قد انا درت هذا الجوي هذا. وقفوا هكا باش ندير شحال من سنه فيه؟ هذا جوج ربعة ستة سبعة. سبعة وماشي مشكل السنه، ندير اي دوي يمكن يكون تيره. بسم الله غادي نبدا بهذا الشكل. هذا الوردة هو ما راه ما كيتفرش شي، نقدروا نديرو شي حدا شي يعني ما كيتفرش. وغير للذكر هذا ما غاديش نطيبو اليوم، عيبات غادي يطيب ضروري كتخليه ينشف. شوف حتى الغطا نطيبو. دابا التكستو ديالو مزيان، هادي كندريسي به دابا ما قاصح شي. دابا هاد الشكل هاكا، غادي ندير شكل اخر اللي هو هذا.
وبالنسبه للدويب اللي كندير فيها راه يمكن لكم ديروا من غيرها، راه ماشي ضروري هذه، تقدروا ديروا رق منها، تقدروا ديروا يعني عندكم لو شوا. عندي هذا الشكل عاوتاني، هذا البتي فور اللي كنلاحظ ما بقاش موجود بزاف في الاسواق في الباتيسرية، قليل اللي كيديروه. كيجي واعر هذا. هذا هو البتي فور اللي كنا كنعرفوه من في الاول. دابا غادي ندير واحد السوخت اخر عاود اللي هو هذا قليب. قليب لي تزيين درنا هذا سوريز كنديروا لهادو. انتما كل شكل كنتو كديروا لي بالضبط واحد كنا بالضبط زين يعني هذوك دوك لي بيغارو هما اللي كنتو كتستعملوا. غير هذا شكل اخر، هذا ناشف، هذا دوك لي سوريز ساشي هذاك. فوالا هذا بالضبط كديروا الكركعه بالضبط، هذه الكركعه الربع ديالها. وهذا والبتي البتي فور الا كدريسيو وما ما خرج لكم قد عاودوا جمعوا بلي دريسيو، راه ما تيوقع ليه والو، ما كيخسرش، ما كيخسرش، ممكن لك دريسيو وتعاودي تجمعي ودريسي تي تقاد ديك مزيان. فوالا دي غادي نديروا ليها لي كورس دورانج، يعني شرب ديال الليمون معسلي، ديال الليمون معسلي وقطعتهم انا مرصوبات قادتين. هادو فاش في الثمانينات فاش كنا في الباتيسري كنصوبو هاد البتي فور، نعم، تا العشية ملي كنسالو الخدمة عاد كندريسيو 40 كيلو ديال هاد البتي فور، حيت مكانوش الشكلات بزاف، هذا ضروري 40 كيلو يوميا كندريسيو ويبقى يبات حتى الله غطلي عاد نطيبوه. وداكشي اللي عقدنا عليه حتى حنا في صغرنا كنا كن هذا هو. وأنا ما سولتينيش حتى ما ديرو بشحال الكيلو. أنا غادي نسولكم بشحال كنتو كتبيعو؟ 400 ريال الكيلو. ولكن كان اللوز رخيص، كان اللوز رخيص. 400 درهم، 400 درهم 20 درهم يمكن كان اللوز شي 5 درهم. لا لا لا، كان يكون شي 10 درهم. هاي تغيرت الوقت. هادي كتسمى بتي فور ديال اللوزة، هادي كندير لها اللوزة هنايا، داك القليب ضروري اللوز. فوالا حيت كنا عقلنا على هادو كيكون فيهم الخضر والحمر. باقي كاين، كنديرو لهم الكاغو. فوالا صافي، دابا البتي فور ديالنا هو واجد. كيما قلت لكم البتي فور ديالنا هو واجد، ما غاديش نطيبو اليوم، غادي نحطو في الكوزينة هكا حتى الغدا ان شاء الله عاد نطيبوه. ينشف غير ينشف هكاك، ما دخلو لا الثلاجة لا والو، هادشي اللي بغيت نسول. لا ما يدخلش الثلاجة، يلا نتسناو حتى الغدا ونرجعو ليه ان شاء الله. البتي فور ديالنا راه بات، فوالا البتي فور ديالنا ملي بات هانتوما راه نشف، ها ملي كنقيسو ناشف، كلو ناشف. صافي نشف يعني صافي، دابا غادي ندخلو الفران يطيب، غادي نطيبو على 170، ما نسخنش الفران بزاف باش يطيبوا ليا من الداخل على القاعده. 160 170 ما بين 160 170 خصو يطيب على خاطرو ويبقى اللون ديالو غير مبرونزي. مبرونزي شويه. يلا دابا غادي ندخلهم بالفران. شحال دوزات داير الوقت هنا؟ 15 دقيقة على شحال؟ 150. هي بطي الحرارة كنت قلت لي 150. لا لا بس 150 درك ليا. شفتوا اللون ديالها عندكم. وهنا كي كنخرجها من الفران كنرشها. اللون كي كيشهي. كي كنخرجها من الفران كنرشها بهذا السيرم.
انا درت هذه القرعه ديال المارورد ماشي مارورد هذا راه السيرو انا سيرو دو باز هذا سيرو دو باز درتها في هذه القرعه ديال المارورد باش نذكرهم بالمقادير ديال السيرو دو باز سيرو دو باز غيديروا 100 غرام ديال الماء و 50 غرام ديال السكر غير يتبخ صافي حيدو خليه يبرد ورشوا بيه هكا علاش علاش يبقاو تيرطابوا لينا وتيجيو بريون يعطي واحد اللمعان وكيبقاو هادو رطبين رطبين ما يتكسفوش وهادو ما كيحتاجوش يتخباو في الكونجيلاتور لا لا هادو ما تيديروش كونجيلاتور هادو ديروا فشي حاجه اللي هي تكون ارميتيك وديروا في الثلاجه اي في الثلاجه غير في التحت يلا عرفتي والله الا كيشيو وهادي وصفه جديده انا درتي فيها اللوز العشاق الكوك راه تيجي زوين بالكوك واللي ما بغاش الكوك يدير غير اللوز بوحدو البيتي فور ديالنا واجد ياك صافي البيتي فور ديالنا هو جاهز صافي انتما بلاطو هماوي انتما راه تخرج حتى هو الكميه تبارك الله لا باس بها وفكره زوينه اللي درتي ديال اللوز والكوك كيجي كوكتي تنقص حتى اللوكو ديال البيتي فور ديالنا هذا البيتي فور هنا هذا كنا تنسميوه في هذيك الوقيته تتسمى البيتي فور ديال لابوش ها 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 المباركة مسبقا يلا اللي كيشاهدنا أول مرة يشترك في القناة ينقرأ الجرس يوصل الجديد حطوا إعجاب حطوا تعليقات ديالكم يلا بالصحة والراحة